يا شباب، يسعد اوقاتكم من وين ما عم تتابعوني. بدنا نتعلم عزف اغنيه للفنان بهاء اليوسف اسمها هات عيونك تغف فيها، مقام اكورد. شباب قبل ما نبلش الفيديو، شباب ما تبخلوا علينا باللايك شباب، انه اللايك ما بزعل، يعني هي كبسه زر، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. ومثل ما عم بتشوفوا شباب، ما بقصر مع حدا انا، انه لايك ما بزعل يا شباب، والله ما بزعل. الايقاع تبعها كتكفتي شباب، اول شيء بفوت هيك. اوكي الايقاع شباب رح نلعبها بسرعة، هي سرعتها شي 130، رح نلعبها بسرعة 78. شباب بعدين بفوت بالكلمات. عبعيدهم انا طبعا. اوكي يعني اول شيء هيك. شباب هذا اول مقطع. بعدين شباب بحكي عينيك علي فاحو، يمكن بس انه اللحن هيك. يا شباب بفوت بحركة مجوز. خلينا نغير الصوت لأنه هذا الصوت عندي مجوز مزعج. خلينا نشوف مجوز غيره أحلى منه طبعا. نروح على البنك دي، في عنا هون صوت مجوز رائع. شوف هاد. أوكي هذا الصوت حلو. اوكي شباب
بعدين شباب اختمال الحرق هيك. برجع للكلمات، نفس الكلمات شباب برجع فيهم. خلينا نختار صوت اول شيء من هون، صوت ساكسفون مثلا. هذول الكلمات حكينا عنهم قبل شباب، ماشي؟ بس رح نلعب هاي الحركه هلق مع الايقاع. بس خلص كلمات شباب برجع نفس اللحن، يعني لحن الكلمات اللي كان هيك، وبس خلصهم برجع نفس صوت المجوز بلعب فيه. حكينا عنه قبل شباب، بعدين برجع على نفس اللحن تبع الكلمات بغني هون. بعدين برجع بعيدها مرتين هاي الحركة، بعدين هاي. وهيك شباب بتخلص الأغنية، إن شاء الله تكون عجبتكم. إذا عجبتكم شباب اعطونا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، واكتبوا لنا بالتعليقات شو بدكم، وإن شاء الله ما مقصر مع حدا، بس بتأخر شوي بسبب ضغط شغلي يا شباب. هي الأغنية سرعتها مثل ما حكيت شي 133، الإيقاع تبعها كتكفتي، شوفوا كيف. بشوفكم بدرس جديد يا شباب.